القادمة في مجموعة من المستثمرين بيفكروا أنهم يعملوا أنشطة على جانبي الطريق بحيث تبقى كأنه ممشى مكشوف احنا بندرسها حاليا دلوقتي، ان يبقى في حاجات الناس ممكن تقعد تشرب قهوة، ممكن تشوف عرض صوت وضوء صغير، تلبس نظارات وتشوف تخيل للعيد. يعني بنعمل كذا حاجة بندرسها دلوقتي، عروض جات لنا فكرة عظيمة جدا بالظبط بحيث تبقى متحف مكشوف والناس تتمشى فيها وتنزل بالليل تتمشى وتقعد كده. بس لازم ابقى حافظ على الطابع بتاعنا الاثري. لا ده اكيد هو ده اللي عشان بقول كده بندرس. أيوة. عشان كده بندرس يعني احنا بالظبط، وان شاء الله كمان باذن الله في خلال اسابيع قليله ان شاء الله هنفتتح مطعم اخر في منطقه اهرامات الجيزه. باذن الله احنا تاني عايزين ندمج الخدمات السياحيه مع المواقع الاثريه والمتاحف. انت عارف ان مثلا المتحف الكبير في تحالف مصري برئاسه حسن علام هو اللي هيقدم ويشغل الخدمات فيه. بصراحه يعني عامل لنا مقترحات رائعه، وان شاء الله باذن الله يبقى خدمات تليق بعظمه الاثار والمبنى الرائع اللي موجود في المتحف المصري الكبير. التحالف المصري ده جديد ولا تحالف قديم؟ ده اللي اعلنا عنه من حوالي سنه وشويه. بالظبط اللي اعلنا عنه قبل كده. هي المسابقه زي ما حضرتك بتقول فعلا كانت مسابقه، والاعلان كان من 2018. استغرق 3 سنوات عشان نختار، وتم الترسيه هذا العام على تحالف برئاسه حسن علام بيضم عده شركاء، وبصراحه بيعملوا شغل محترم جدا، وان شاء الله باذن الله قريب جدا يكون في خدمات في منطقه القلعه. احنا هدفنا ان السائح اللي يجي ينبهر باثارنا، يقدر يلاقي اكله كويسه وشرب كويس ومكان يقعد يستريح فيه، يتفرج على منطقه اثريه رائعه، يلاقي حمامات نظيفه، يلاقي بوتيك او اماكن من الخشب يقدر يشتري فيها، بازارات صغيره يشتري منها الحرف التقليديه. واحنا افتتحنا مصنع كنوز اللي هو في ابريل الماضي، اللي بيعمل منتجات مستنسخات مصريه رائعه. فيعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الناس سيادة الوزير تستمتع بدون مضايقات ان شاء الله باذن الله. وده طبعا ملف مهم جدا، لان التدريب احنا بنشتغل جامد جدا في التدريب في وعي السياحي والوعي الاثري. احنا بنعمل لقاءات بشكل منتظم مع الناس اللي ساكنه في المناطق القريبه من الاماكن الاثريه، اللي بيشتغلوا في الاماكن الاثريه، بنفهموا انه لازم يحافظوا على رزقهم. على فكره احنا اكثر ناس ساعدونا في الفعاليه دي اهل الاقصر. يعني الحناطير والفلايك والسوق كانوا فرحانين، وكانوا هم اللي بيساعدونا، وهم كانوا حاجه يعني نموذج رائع في التعاون. وانا لما نزلت السوق قبل الفعاليه بيوم واحسنوا استقبالي، وهم كانوا سعداء جدا بتشريف فخامه رئيس الجمهوريه، سعداء جدا بالزيارات المتكرره لدوله رئيس الوزراء مع مجموعه من الساده، مشتاقين ان السياحه تعود، لانه هم تعبوا على مدى 10 سنين تعبانين. والله حضرتك يعني هم تعبوا جدا، الصعيد كله تعب، والسياحه المصريه كلها الفتره في كذا فتره حصلت للاسف تعثرت فيها السياحه، ولكن الحمد لله دلوقتي احنا بنقف على رجلينا تاني بالتدريج باجراءات احترازيه منضبطه. والحمد لله يعني مثلا كنا سمعنا من قريب عن تكدس في المطارات. بصراحه يعني دوله رئيس الوزراء عمل لنا اجتماع شرم الشيخ والغردقه. بالظبط الحمد لله دلوقتي حضرتك اقرا الجرايد الروسيه، اقرا الجرايد الاجنبيه، كلها بتشيد بسيوله الحركه في المطار.